صباح الخميس قبل الماضي أمسك سين ميم يد صديقه سين ألف المتهم بقتل مدرسته وهنأه بعيد ميلاده. كل سنة وأنت طيب، عيد ميلادك بكرة. لكنه فوجئ برد فعل الأخير حينما قال: هيبقى أسود يوم في حياتي، لازم أقتل ميس هانم. في اليوم التالي أنهى الطالب حياة مدرسته طعنا بالسكين أثناء تواجده في مسكنها لتلقي درسا خصوصيا، وبرر جريمته قائلا أنه يمارس لعبة ببجي الإلكترونية التي تستند إلى وقائع مسلسل رسوم متحركة، فولدت لديه فكرة القتل. بين 4 أحياء في محافظة الإسكندرية تنقل محرر مصراوي لسماع روايات أهالي وأصدقاء المتهم وضحيته لمعرفة الأسباب التي قادت طالب لقتل معلمته بسبب لعبة. ميكروفون المسجد يطلق الشعائر الدينية، خلال ذلك حضر الطالب إلى منزل معلمته لتلقي درسه المعتاد في مادة الكيمياء، وبمجرد دخوله المسكن طالبها بإحضار كوب ماء عايز أشرب يمس، وما إن توجهت إلى المطبخ تعقبها وانقض عليها بسكين. صرخت بعدها المعلمة مرة واحدة وانقطع صوتها، فر المتهم هاربا وتركها جثة هامدة وسط برقة دماء وإلى جوارها حقيبته المدرسية وحذائه، فيما ظلت والدة المعلمة كفيفة التي تبلغ من العمر 95 سنة في حجرتها لا تشعر بأي شيء. رويدا رويدا عاد سكان العقار بعدما فرغوا من صلاة الجمعة، تنام إلى مسمعهم أصوات استغاثات. في البداية تخيلوا أن أحد المرضى يجري عملية جراحية بالمستشفى الواقع بالطابق الثاني. ومع استمرار الصراخ وبتتبع مصدر الصوت تبين أن والدة ميس هانم تتأوه بحثا عن نجلتها التي غاب صوتها قرابة الساعة. وحينما حضر الأهالي وجدوا باب الشقة مفتوحا وجثة المجني عليها ملقاة على الأرض وبها طعنات عدة بأنحاء متفرقة من جسدها. بعدما نفذ المتهم جريمته هرول حافي القدمين لمنزل جدته بمنطقة محمد نجيب التي تبعد عن منزل معلمته 2 كيلومتر، وبصوت مرتجف طالبها بالاختباء في المنزل: خبيني يا تيتا. الجدة ظنت أنه تعرض لمكروه وهتفت والدته التي أبدت اندهاشا وأخبرتها بعدم معرفة أسباب ذلك التصرف، وطمأنتها: خليه يهدى شوية، يمكن اتخانق مع حد، وفق ما روى والد الطالب لمصراوي. لم يعد أمام الأهالي سوى إبلاغ قسم شرطة أول المنتزه بالوقع، وعندما وصل رجال الأمن وجدوا جثة الضحية وإلى جوارها حقيبة مدرسية داخلها سكين كبير الحجم داخل كيس بلاستيك وورقة دونت بها عبارات تحث على القتل وبعض الأدوات المدرسية وحذاء رياضي وجاكيت رجالي. بعد فحص محتويات الحقيبة تبين أنها خاصة بتلميذها المقيم بشارع مسجد سيدي بشر. انتقل ضباط المباحث القسم إلى منزله وأخبر والده أنه متواجد في منزل جدته، فتم ضبطه واعترف أمام النيابة المختصة أنه قتلها بعدما ولدت لديه لعبة الببجي فكرة إزهاق روح أي شخص مقرب منه. خلال التحقيقات قال المتهم أنه ألقى السكين الذي استخدمه في ارتكاب الحادث بأحد الشوارع في طريق روبي نحو جدته ولم يتذكر مكانها نهائيا، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. حياة صاحب 16 ربيع كانت مليئة بالتفاصيل الخفية التي شكلت شخصيته، فرفاقه بالمدرسة لهم حكايات لم يتصور أحدهم أنها قد تمهد لجريمة قتل. فقبل شهر لاحظ طلاب مدرسة ميم ألف الثانوية التابعة لإدارة شرق اسكندرية التعليمية تغير سلوك زميله ورسمه أشكالا غريبة على مقعده. يقول الطالب ميم سين سي: الطالب كان بيزوغ من المدرسة ويتفرج على أفلام جن ورعب في محل بلاي ستيشن، كان بيرسم على الديسك امرأة مصلوبة، كما كان يكتب عبارات غريبة واسم مدرسة الكيمياء، فيما تحافظت إدارة المدرسة على المقعد الخاص بالمتهم بعد الوقعة لإخفاء الرسومات عن أعين زملائه. لم يتوقع صديق الطالب أنه سينفذ ما قاله عن قتل
نسيانا يوم عيد ميلاده. حمل قوله على سبيل الضحك حتى علم بالواقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن إدارة المدرسة أخفت عن الطلاب الواقعة خوفا عليهم من الصدمة على حد تعبيره. أتى إليهم مدير المدرسة وبث داخلهم روح الطمأنينة بكلمات تشير إلى أن الواقعة حالة فردية تحقق فيها الجهات المختصة. وصف عين ميم زميل المتهم شخصية الطالب المتهم قائلا: علاقاته محدودة ولم تنم أفعاله عن رغبة القتل نهائيا، كان شخص عادي. والمدرسون حاولوا إقناعه بأن يكف عن الرسم على مقعده لكنه لم يتوقف. في أحد عقارات شارع سيدي بشر يقطن طالب الثانوية واجهة فخمة من 17 طابقا. الهدوء يسود العقار يقطعه على فترات أصوات الأسانسير. وفي الغرفة المجاورة يقيم الحارس وأسرته، بعد فترة من التعارف والنقاش سمح لنا بالتحدث مع أشقاء الطالب عبر الانتركم، إلا أن الشقيق الأكبر رفض الإدلاء بأي معلومات. خد رقم بابا، كلمه وسأله على كل حاجة. الطالب المتهم هو الأصغر بين أشقائه الخمسة، 3 أولاد وبنتين. قبل سنوات بدأ سلوكه يتغير، يجلس بمفرده طوال الوقت، لا يتحدث مع أحد. يقول والده ألف ميم إن الأسرة لاحظت قيامه بأفعال غريبة والجلوس في الغرفة بالساعات يلعب بهاتفه، حتى اقتنعوا أن لديه مشكلة نفسية لابد من حلها، وعرضيه على طبيب لكنه دائما ما كان يرفض، لذلك تعاملت معه الأسرة كمريض نفسي. ابني عنده تاريخ طويل من المرض، وإحنا هنجهز تقرير وهنقدمه للنيابة، يقول والد المتهم ويكمل متنهدا: تفاقمت مشكلة عندما تتخيل أن هناك شخصا يتحدث إليه دون توقف، وكان يرد عليه بلا توقف، مما تسبب في عجزه عن النوم لفترة طويلة، حتى أنه لجأ لوضع بلاستر على فمه ليسيطر على الأمر. في منطقة فيكتوريا كان الحزن بادئا على طالبات ومعلمين مدرسة ميس هانم، كانت آية في مصحف قالتها ولية أمر طالبة. قبل أن تقاطع سكرتيرة المديرة كانت رافضة لفكرة الدروس الخصوصية، لكنها عملت كده عشان تساعد الطلاب. ودخلت إحدى المدرسات في الحديث: لازم الطالب يتعدل ومحدش يقول لي مريض نفسي. مس هانم البالغة من العمر 59 سنة، غادرت الصعيد بعد انفصالها عن زوجها قبل 15 سنة، وانتقلت للعيش في الإسكندرية رفقة والدتها المسنة، تتردد عليهما من حين لآخر ابنتها التي تدرس في جامعة القاهرة وتقيم بالقرب من جامعتي. كانت تعمل في إحدى مدارس إدارة غرب الإسكندرية قبل أن تنتقل للعمل في مدرسة ألف عين. لم تود ابنة المجني عليها التطرق للحديث حول الواقعة، واكتفت بالرد عن رغبتها في توكيل محامي لمتابعة سير القضية للتمكن من استرداد حق والدتها. يقول وائل عباس محامي المتهم إن موكله مريض نفسي ارتكب جريمة، ولم يكن شخصا عاديا، ارتكب جريمة وادعى الجنون، بدليل أن المجني عليها لم تؤذيه أبدا وليس هناك أي مبرر لقتلها كالسرقة مثلا، واعتراف الطالب أن اللعبة هي سبب الواقعة لأنها دفعته للعنف. ورأى عباس أن موكله عايش في عالم مع نفسه من الكرتون والألعاب، ولما بتتمنع عنه ممكن ما يأكلش ولا يشرب، مشيرا إلى أنه إذا صح مرضه النفسي سيودع بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية. لكن إذا ثبت الإدراك الكامل للمتهم سيواجه مصيرا آخر أمام محكمة الطفل. يقول المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق: ما دام المجاني لم يتخطي ال 18 سنة وقت حدوث الجريمة وفق ما هو مدون بشهادة ميلاده، يعامل معاملة الطفل وتنظر محاكمته أمام محكمة أحداث الطفل، والعقوبات لا تتخطى السجن 10 سنوات، موضحا أن الأحكام سلطة تقديرية للمحكمة وفق ما تراه من أدلة أمامها.
وتنص المادة على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على 16 سنة ميلادية ولم يبلغ 18 ميلادية وقت ارتكاب الجريمة. وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات. وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن 7 سنوات. وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن. وقال رئيس محكمة جنايات سابق أن إذا سجن المتهم سيظل مودعا بالأحداث حتى وصول عمره 18 سنة ومن ثم يكمل باقي عقوبته داخل سجن عمومي. إذا أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المتابعين والمشاهدين قناة أخبار النجوم.